في التلفزيون ده نص ساعة. ده ابيض ولا اساس؟ حط الاحمر على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. كل سنة وانتم طيبين، وأول أسبوع كده إن شاء الله وتبقوا معانا مبسوطين، والأسعار رجعت تاني، رفعت في العالم. طبعا احنا قلنا الكلام ده برضه محدش هيصدقنا، قلنا إن الأسعار هترفع ومحدش صدقنا. الأبيض رفع تاني، والبلد رفع تاني، والسات رفع تاني، البط اللي ريح شويه، يعني في بط ريح شويه، لسه المسكوفي ما ريحش عشان المسكوفي اساسا ما هوش موجود. المسكوفي اساسا ما هوش موجود. ان شاء الله لما يتوجد في السوق ويكتر هيكتر ان شاء الله تاني، والسعر هينزل. ربنا يستر والمولد ما يرفعش تاني. اقول له كل حاجه الشغل ان شاء الله تعالى اهو. الابيض ب 23 جنيه. الابيض اهو ب 23 جنيه. 23 جنيه. والساسو بكام؟ ب 16 جنيه. الساسو ب 16 جنيه. الساسو شفر ب 16 جنيه. وبلدي ب 8 جنيه. وراخ البلدي ب 8 جنيه. والفيوم ب 9 جنيه. فيوم ب 9 جنيه. فرز ديوب، فرز ديوب ب 24 جنيه. ب 24 جنيه فرز ديوب. بط فرنساوي ب 35، مسكوفي ب 35. المسكوفي ب 35 جنيه. والفرنساوي ب 15 جنيه. الفرنساوي ب 15 جنيه. والبيور ب 22 جنيه. بط البيور ب 22 جنيه. بس زي البطه اللي بتيجي في سعرنا يا جماعه، وبتجيب 4 كيلو. بطه بلد بيور ما شاء الله عليها احسن البطه. ما بتاخدش وقت وبياكل اي حاجه، وده الفرنساوي، الفرنساوي نزل خالص يا جماعه، الفرنساوي نزل خالص النهارده، ده ب 15 جنيه النهارده. ب 15 جنيه النهارده. والمسكوف ب 35، ده اللي لسه ما ريحش. لسه ما ريحش. المشرك والمغر نزل برضه 30 جنيه. تعالى افتح لي الشباك ده يا هيثم كده. يا حاج ده انت معلي الشغله كده ليه؟ يا ساتر يا حاج. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. يا ابو خالد، ابو خالد، احنا في الطوبه، احنا في الطوبه، معلي الشغله كده ليه؟ احنا معلي الشغله كده ليه؟ ده في الطوبه؟ لكن عندي كمان شلون على الاخر دي. انا فصلتها خالص، مش انا فصلت اهي. سيبها يا عم افصل. المشرك ب 35 جنيه. اي المشرك يا جماعه ب 30 جنيه، قصدي 30 جنيه. حسب حط له، حط له بتاع خلطه اي ب 35، ب 30 جنيه ماسك على 35. لان مشرك ومولا اهو موجود كميات، وطلع لي تحت البوكس كده. لا عندك في الشمس انا شايف حاجه. 35 ب 30 جنيه. البط المشرك والمولا يا جماعه، مشرك ب 30 جنيه نزل. الله اعلم بقى انتوا هيرفعوا تاني ولا هيعملوا فيه ايه. بس البط ده لا حول ولا قوه الا بالله. والله حرام شغالين الشغل كان يعني 30 جنيه يا جماعة. البط 30 جنيه، ب 30 جنيه. موجود كتير أوي بسم الله ما شاء الله، موجود كتير أوي. 30 جنيه طبعا. البط لو فضل بايت أو حاجة بنضيف عليه سعر، بنضيف عليه سعر إن شاء الله. 30 جنيه. البطه 30 جنيه.
بلد ب 15 جنيه. الابيض تاني يا جماعه الاسعار تاني، الابيض 23 والمستاس 16، البلد ده 100 جنيه والفيوم 9 جنيه والديوم 23، فنصاب 35. مسلوبه 35 بتاعت النهارده صلاح المسلوبه والفرنساوي 15 والبيور 22. يلا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.